بس انا مالي مانعك تفوتي ولا تطلعي. مو لانك مانعني. خلينا نشوف. حابة اطلع معك، مشتية نقعد بشي مطعم نتعشى سوا، حابة اقعد جنبك انت وعم تسوق السيارة. نحن مو سبق وحكينا بهذا الموضوع اكثر من مرة؟ حكينا بس. بس شو؟ حتى لو بعدنا شوي؟ لوين بدنا نبعد يعني؟ مو كتير بعيد، شرم الشيخ. شرم الشيخ؟ الشام كلياتها رايحة جاية على شرم الشيخ. طيب دبي؟ على اساس بدبي ما حدا رح يعرفني؟ انا سبق وشرحت لك، ما فيني سافر برات البلد. بس سبق وسافرت. شغل. بعرف، بس كان فيني روح معك. كيف بدك تروحي معي؟ شو انا بسافر لحالي؟ هاي الناس اللي حوالي ما راح ترجع تسرسر وتفضحني؟ ما بتسترجي، إذا نبهت عليها ما تحكي ما بتسترجي. معقول تحكي وأنت منبه عليها ما تحكي؟ هلا شو بدك بهالأسئلة؟ بعدين أنا سبق وفهمتك قبل ما نتزوج. أنا ما فيني فوت وأطلع معك، صح ولا لا؟ بس أنا حابة أطلع معك. نروح أي مكان، أي مطرح، أي شط ممكن شنقلك ونمشي فيه. أي جنينة ولو حتى فيها شجرة واحدة، أعبطك تحتها وتمسك لي إيدي. لا تتضايق من نوح. بدي أكون معك شي مرة بقرنة ما فيها حدا. ما في حراس على الباب وتحت البناية وحيطان وصوت واطي. بليز قول إيه. بليز حقق لي حلمي. هات التليفون. بنجوز حلم تافه وكليشيه وشايفينه 100 مرة. اعطيني التليفون. بس خلينا نمشي على الشط. عمالك هاكي التليفون. نوح قول ايه. اعطيني التليفون عمالك. سمعني اياها. يلا يلا. 1 2 3. هاي التليفون. عم في عيونك شو ما تفهمين؟